أسعد الله أوقاتكم متابعين ومتابعات قناة شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من مشروع بلاد قصير. كيفما كتشاهدوا هذه المهمة اللي ولدها جرى عليها قوة الفقصة، مشات عينيها غنسمع مجموعة من الوقائع. كيفما كتقول لي هذا ماشي ولدي، هذا مسقوط والدين. غنسمع القصة ديال هذه المهمة. مرحبا بك لاله معنا، مرحبا بكل المتابعين ومتابعات قناة شوف تيفي قناة الشعب الشريفة. عاودينا عاودينا القصة ديالك مع ولدك. مرحبا. تفضل لالا. غريب اوكي. انا ما تبغاش سنين سافت من عاد، هو وليدي من خرجني هذاك النهار قال لي اللي خرجي ليا من داري. قلت له علاش وليدي عم خرجك من الدار؟ علاش؟ قال لي دوزي يا بغيتي ديري هاد البيدا خليها ليا سنين ليا عيد. نقص انا قلت وانا ما نسني شيء، وانا ضيعني، انا عاد ضيعني. نعم. انا ما نسنيش لك. زاد يا ويدي هيجيجني. نعم. قال لي انا خرجي برا. مشيت بحالتي عاد بنيتي. بقيت جادة عاد بنتي تما في قلبي. اللي بقيت فيها جات تما في قلبي. دابا 6 سنين وانا بعدا عام واحد اللي بعت مع بنيتي. وليت جات بنيتي في السعودية. انا حضرت على بوها جات. قالت لي يا ماما انتي غنبقى شي مع بختي عندها 6 دبلات، انا ما نقدرش نقعد مع زوجتي. غنمشيو نكريو بنتي بالقصاري. جات هنا كريت بنتي عند هاد السيد. بقينا كارقد. تنطيح مريضة تيجيو على الناس في العيد تيجيبو لي العيد. الناس مساكن تيحسنو بيا، تيعطوني ما ناكل وما نشرب، تيعطوني مساكن الدوس باش يشدو الوسط. الطبيب باش يدو الوسط. انا عيانة ومريضة. هو هذا هاد المصفى الوالدي اللي عمره ما شربني يومي لا عمره جا لعندي قال لي مهمتي ولا تا حاجه. اليوم الان ما تيجي عندي ما تيقول لي الا بوي وكاو. اليوم الان ها ستارة الدري بنتي واحد الدري مسكينه انا خدمنا ديك 6000 ريال في السيمانه تد نخلص منها الكرا وجا نتسال من عايش انا وبنتي باش نعيش. ما عندي باش نعيش والو والله خير. دابا شوف يا الله انا مزوجة بكم يا جماعية، انا مزوجة بكم موحسنين. الله يخلق عليكم ويفتح خيركم. لا ديروا شي بيا حسنة الله يسير لي. الله يخلق عليكم الله يفتح خيركم. انتم جواد الله يفتح خيركم. واخا بغيت نسولك، قلت لي هذاك ملي كنا كنهضروا انا وياك قلت لي واحد النهار جاب الماكلة وجاب الماكلة ما جاب. اي قال جاب لي جاب الحل وانا تنشوف وين تقولي حتى شري كيف عطاني وتقولي حتى شي حاجه عطاني وجيت البلاد بقيت نشوف وين ما عطاني لا الحل ما عطاني لا شي حاجه ما عشاني ما غداني ما قدرت حتى حاجه ما تصوحتني جبتني طقس على كازي حاجه ما هو حرج عليا قال لي بغيت تخرج عليا برا تخرج برا تخرج عليا. نعم نعم كملي. الله يخليكم الوالدين كثر خيركم. بنتي هذه بنتك؟ وهي اللي جالسه معاها وهي اللي جات من السعوديه وهي مرضيت الوالدين يجاوب لي هذه مرضيت الوالدين مسكينه تخدم في هذاك المطعم تجيب لي ديك 6000 ريال مسكينه انا وياها مسكينه تعمل لي شغل ليا وباش ندير وباش كلش هذه راه بنيتي. واخا عاودي لنا الام ديالك راك كنشوفوا الحاله ديالها صعيبه. خذي الميكرو من عندها وكنشوف واحد تيديها مسكينه كنشوفوا الحال ديالها خرج لي خرجنا انا والوالده ديالي عرفتي كلشي دار 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 كلشي دار كلشي هي ديال من؟ دار كلها ديال قال لي ما عندك عندك حتى حاجه لبنان قال لي ما عندك حتى حاجه سير وتبقى تشكى الخيريه صافي ما تمشيو شي بلاصه سير ومشي شغليه خدا البلاد خدا كلشي دابا تيحرق البلاد صحه عليه وتيزرعها صحه وتيقدر صحه كلشي صحه عليه دابا البلاد في المخزن وتيبيت صحه كلشي حاس عنده صحه عينا ما نديرو معاه ونقولو تحلم تحلم بينا نقولو له عطينا تقولو مو عطينا خلي لي داري تقولو ما عندك حتى شي دار سيري بحالك عبيت راه غيسي عليك بعدين انا ماشي عامل ما عنديش نهز كثير يزيد بخيريه ونسيري بعدين انا دابا راسي هكا تيقول انا الحق كاين هو سيدي ما كذب عليكم ما ربح الجوع الحق تيقول لي ومره شدتها مرتو وشدتها وضربتها مع الارض
خرجي عليا مره خرجي عليا. وكون ما لقاش بنتها اللي كتب عفشه كتهز انا من العيد لعيد كبير حتى تتعيد هذي كنعيدو معاه. حتى العيد ما تعيطش فيه. تنعيدو معاه حنا كنعيدو معاه. والناس مساك الله كثر خيرهم هنا عيدوا لنا العيد هذا درنا مشا كنا مكر عيدوا لنا الدار. درك درك تعيدو تعيدو مع خصكم شوما. هبطت شدو مساك العيد وجابو لنا داكشي الداري حتى لهلال. ولا هي مور الدار سولو. ومن الايام قاعدين نلقاو بلا عيد بلا شي حاجه على اساس تخدم هذيك الخدمه 5000 ريال هي ولاد. عيني الكلاب عيني ما فكرش من حال راسي سبيل 20000 تيسال دابا 40000 اللي تيسال عليها. هما ما لقيناهمش خالص. نعم. ما لقيناهمش خالص مر. تيقول لك خالص انت شفنا الحكم مسكين صابر علينا. تيقول لك راه صابر عليكم انت شوف الحاله اللي عايش فيها ما عندي ما ندير لك. لقاوكم مسكين صابر علينا بحكمكم حنا دابا تنقطعوا معاملهم. مرة نلقاو الجوع نعيشو نفسو بحال بعشا مرة ناكلو مرة ما ناكلوش وكل نهار ونهار مرة بعد مرة خلى الجوع مسكينة تهبط لها المرة بلات هذي جارنا مسكين مول الدار إلا تهبط لها الماكلة تتعطيها الماكلة باش تاكل ويباكو أنا مثلا تمشي تلقى هذوك الناس اللي خدمو تخدم معاهم بعد مرة تنسكن فيه تكون عيبة باش تحل تدورو معايا تدورو معايا تلقى على مك مشات هما ناس في الرباط ما عرفتش شحال هي ناس في الرباط شي شهر ولا شهرين وهي بلا حاسمة تقول له شاش مع مرت تقول له بلا ماتت راه حالي رجليا ويدي ما نشوفش ما نشوفهاش لا ماتت انا ندير طلبه لا ماتت على مو ما جاش طلع عليها نهائيا جاو الناس كلها طلعوا عليها وهو ما جاش كي كان في الصور ديالو معاك كي كان؟ كان تيصاوب طبا وصاوب امي وصاوب كل شيء كان تيقول بصحة تخطبوا لي خطب مرا بحال اليوم بولادها وغادي يسمع فيها ويشوف لي بصحة عاود يخطبوا لي يعطينا بلا صحة كلشي يديرو صحة أي حاجة عنده هو صحة على كلشي كان غالب على بوسكي قاعد بويش وغالب على بويش إذا قاعد بويش غالب عليها وسد مرتها ديك النهار قال لها زيدي الماء ودوك ياك شفت شي حاجة كان مرة تزيدك ما هذي ما بغاش تتبعد منك عطيها ما تبغاش تفرق معايا تجري عليها تصب من كاينة من المساكن من دول الدار مشاو قلنا نتلاقاو بحال هكا هي في نهار تصير عندها معاها حتى عندها 70 بعيدة راه قالت لي بقاي حاضر قالت لي هي وهي في القاعة علم لي بعيد كلشي قالت لي شفتي عيدي قالت لي عاودي نشوفو خا عبس وشفنا بيتك دار هذا شتي تحت لا مرة هذاك راه قالت كانوا ديال الناس ولقاو علينا مشاو قلنا قلت نتلاقاو قلت لها قالوا لي ما خلوه علينا مازال خاصنا هكا وقاعدين فيه هذا وليت هذا مو عطاني حتى شي حاجة تقول لنا سيروا بحالكم سيروا قالوا سيروا للدار خيرية راه خيرية مشاو ولا سيري كل الناس كلها خيرية تا كنتي كاع معايا انا سيروا الخيرية راه خيرية فينا هو الوالد الوحيد يعني؟ اي عام واحد ها واحد يعني ويقول لها سيري راه خيرية راه تا خيرية راه فيني واش انا نهزك انا نهزك انا ماشي شغلي فيك ما عندي كي ندير لك سيري انا ماشي شغلي كاع يقول لها سي خاص هو عليا تما في الدوار تيقول له حشومه عند كرامك تيقول لهم انا ما عندي مو مي وي ماتت وتيقول لهم مي ماتت ما عنديش انا مو تقول له حشومه ما كنبغوش انا نهضر خويا الناس راه مك عليك راه كيما كانت الوالدين تتعاودوش عمرو ما تيتعاود الوالد قال لك لا انا ماشي مول شي ضد راسها اللي ما تبقى صافي ما تبقى ما بقاش يشوف شفت حتى شي واحد ما بقاش يشوف والو مع مرته حاكمه ومحكوم ما بقاش حتى واحد تقول لهم ولاد لا يشد لك المقعد ولا الحق من الدروج انت تكون من الدروج انت تكون من راه تعرف واحد راه طاحت ما تشوفش مع كاع العيب ما تشوفش فيها الوجدين ما تنساش علينا كيعطيوها الملحه وداك الشيء تغدي كتبدا تغدي حتى هذاك الشيء هذا الشيء بين العيات تلقى لها شاد هذا الشيء وكذا العين وبغيت تقول لها انه طرطح من الدروج تقول المراه طاحت راه بغيت مشات في الدروج طاحت هذه مرت ودار لي كبير دار لي مشات تاخذ الحكه وجي لها الزيت قال لها سيلها ودي لها على الكرسي هي المعاشه راه تتعرف المعاشه وقالت لها اختي ما عرفتش واش امين ولا من السنين ولا معاك من بعد من اللي بقى المشاكل ديال اختي معنا بلادها معنا الراجله معنا الامي معنا لي انا شفت عليا ديك دار والله مشى لكم على بيت بعدو فيه هي ذكرينا بيت وقال لي عليك هي ديك دابا ولات الدار مسكينه قال لي مشى في كود هذه سيري هذيك خدمي وبقاي وكنت باش تعاوني راسك وتعاوني حتى هذيك وهذاك الشيء باش واخا شنو كتقول المحسنين؟ المحسنين تيقول لهم لا كثر خيركم ولا شفتوا هذا السيد ديالي شنو فيها وجه الله وما عندها حتى واحد ما عندها حتى حد مره ما دار لي في شي ما فيهش انا وبنيتي ما تعرف حتى شي واحد ديال وجه الله شكون وجه الله لا كان فيه رحمة السيد ربي راه شنو فيه الله يكثر خيرهم وخلف عليهم والله يرحم الوالدين ديالهم يشد في الملك ويشد فيهم وغيرهم لا سنا كيديروا ليها انايا كندير جدي فوق جدي باش نخليها وكاك
أرقام بعثها فيهم. أرقام؟ أه. دابا من القرية شوية إزعاج. واخا شنو كتقولي لوالدك أو كيف ما كتقولي لي مسخوط لوالدي؟ أنا مسخوط لوالدي. مسخوط لوالدي ولا وليدي؟ شنو كتقولي؟ أنا ما هذا مسخوط لوالدي ما تيشمنيش مرة، ما تيقلقش ليا مرة، لا في العيد ولا في هذاك راه الصغير ولا في الكبير. ولا مرت ما تيقلقش عليا، الناس تنسيبهم مع جواد بحال وجهك حتى يجيو لعندي مساكن وتيعطوني الفلوس، وباش مشيت للطبيب وباش داويت باني هذاك راه صحتي، وجابني بنيتي من هذاك داوني قريب الرباط جابوني للقناطرة، عجبوني جابوني من العيد الكبير، جابوني من تما كاين وانا عايشة عاد الدوادة اللي عايشة بالدوا. كيف ما تعجب انا متابعين افاضل هذه الميمه اللي ولدها كيف ما كتقول لهم مسخوط الوالدين اللي سامح فيها ودار الدار ودار لها الارض كيف ما كتقول كيف ما تعجب الدار والارض دار الدار والبلاد ودار البلاد البلاد ديال الارض ما تبقاش يقلب عليا مره انت تمشي غادي وانت يجينا واخا اذا كيف ما تبعتوا معنا فالرقم ديالها كاين تسمى بلاص ولد الرقم ديالها هو 0936 49 78 68 الرقم 0936 49 78 68 فالله يدعو اجر محسن زكاة من جميع المتابعين او المتابعات او المحسنين او المحسنات اللي داخل المغرب او خارج المغرب اللي قد يعاونها يعاون هذه السيده هذه اللي في عمر ديالها كيف ما قالت لي 85 سنه فشكرا لكم على المتابعه والى اللقاء دمتم في رعايه الله كنتمنى منكم انكم تبارطاجوا الى اللقاء